مدافع منتخب مصر يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك، و50 مليون تحسم مصير زيزو. أنا سارة محسن وهقول لكم الخلاصة. الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية بيدوروا على مدافع جيد جدا للموسم اللي جاي، وطبعا مفيش أفضل من مدافع منتخب مصر أحمد حجازي علشان يكون دلوقتي على رادار الناديين علشان التعاقد معاه. وطبعا ده بعد ما جريدة اليوم السعودية قالت إن أحمد حجازي هيكون لاعب حر بعد نهاية الموسم ده لما يرحل عن الاتحاد. طبعا أحمد حجازي فيه كل المواصفات اللي ممكن يكون الأهلي أو الزمالك بيدوروا عليها، زي إن هو لاعب عنده خبرة كبيرة جدا في ملاعب كرة القدم، لاعب فاهم الكرة المصرية كويس جدا، وغير انه هيبقى اللاعب حر يعني هيوفر عليهم فلوس كتير جدا. في نفس الوقت اللي الاتحاد فيه بيستغنى عن خدمات اللاعب لانه بيبحث عن لاعبين في اوروبا. في نفس الوقت بقى جماهير الاهلي مش بتدعم قرار التعاقد مع حجازي، لان هم شايفين ان النادي الاهلي محتاج مدافع صغير في السن، وان حجازي سنه كبير، خصوصا ان في احتماليه كبيره جدا ان محمد عبد المنعم يرحل عن القلعه الحمراء ويحترف. وعشان كده جماهير الاهلي بتفضل ان الاهلي يتعاقد مع بلعيد الجزائري لاعب اتحاد العاصمه لانه لاعب صغير في السن. هنشوف الايام الجايه ايه اللي هيحصل، حجازي هيرجع مره تانية يلبس الفانيلا الحمراء ولا هيروح الزمالك عشان يختم مشواره بالفانيلا البيضاء. نكمل بقى مع نادي الزمالك وهقول لكم الخلاصه في موضوع زيزو. زيزو في الوقت ده المفروض يجدد عقده مع نادي الزمالك، وطبعا بيجيله عروض خياليه وبمبالغ كبيره جدا من انديه كتير وخصوصا في الخليج. وفي جلسه سريه مع ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الاسبق، زيزو لاعب الزمالك طلب $1,000,000 عشان يجدد مع نادي الزمالك. ممدوح عباس بقى شايف ان الرقم ده مش كتير على زيزو، وان العقد ده من حقه، خصوصا ان ده اخر عقد كبير هياخده زيزو، وان العقد ده مدته 3 سنين. لو حسبتها كده هتلاقي زيزو دلوقتي اللي عنده 28 سنة لما ينتهي عقده بعد 3 سنين هيكون عنده 31 او 32 سنة، ولما ينتهي العقد مش هيقدر ياخد المبلغ ده مرة تانية. المبلغ اللي طالبه زيزو معناه 50 مليون جنيه في الموسم الواحد، فمجلس ادارة نادي الزمالك شايف ان المبلغ ده كبير، وعشان كده بيتكلموا مع ممدوح عباس عشان يعرفوا هيوفروا المبلغ ده ازاي. فوز الزمالك بالكونفدرالية الافريقية هيكون له تأثير كبير قوي في قرار تجديد عقد زيزو بالمبلغ ده. وبكده وصلنا لنهاية الخلاصة، وهنعرف الأيام الجاية إذا كان زيزو هيجدد مع الزمالك ولا لأ، وحجازي هيلبس الفانيلا البيضة ولا الفانيلا الحمراء.